في مصر عدد من المسؤولين المهمين سواء إقليميا أو أوروبيا أو دوليا النهاردة مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني في زيارة لمصر، التقى بالرئيس السيسي، وغدا طبعا احنا دلوقتي في هدنة لمدة هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة بدأت صباح اليوم بين الطرفين بين الجيش السوداني وبين ميليشيا الدعم السريع. النهاردة الرئيس استقبل الوفد السوداني بقيادة مالك عقار بحضور رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير عباس كامل. غدا من المتوقع أن يعقد مؤتمر دولي في جنيف لدعم الاستجابة الإنسانية للأزمة السودانية، وده برعاية مصر والسعودية وقطر وألمانيا والاتحاد الأوروبي وعدد من وكالات الأمم المتحدة. السودان يحتاج لدعم إنساني عاجل. السودان لديه حتى الآن 2.2 مليون لاجئ. مصر وصلها عدد كبير من اللاجئين وفي كتير على الحدود عالقين حتى هذه اللحظة، لأنه طبعا مصر قررت نظام تأشيرات وذلك للحفاظ على الأمن، وبعد ما كان في مجموعة من التلاعبات في التأشيرات على الحدود، وبالتالي أصبح هناك نظام جديد لمنح التأشيرات لكل القادمين من السودان. ولكن مصر مرة أخرى وطبقا لما قاله الرئيس ستكون دائما سندا وعونا للسودان الشقيق خاصة في هذه الظروف الدقيقة، وأن وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وبدء عملية سياسية تفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني هي الأولويات التي تسعى إليها مصر. طبعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يعني شكر مصر على دورها في استقبال السودانيين وفي محاولة الوصول لرأب الصدع السوداني وتهدئة الأمور. مرة أخرى عدد احنا عندنا ضحايا للوضع على الأرض، يعني الأرقام بتتكلم على 2000 قتيل، الجرحى 4000، المستشفيات ما فيهاش كهرباء، الوضع الصحي متردي، الناس سابت الخرطوم وأم درمان القادرين يعني على الرحيل. 2.2 مليون شخص حتى الآن تركوا السودان وتركوا ديارهم في السودان، والاقتتال في دارفور وفي غرب دارفور قالت الأمم المتحدة أنه يرقى إلى يعني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. فالوضع بقى صعب جدا في السودان، ومع ذلك الطرفين يعني لا يتوقف عن القتال، والبلد بصراحة في وضع صعب جدا، ودول الجوار أيضا وفي مقدمتها مصر اللي هي طبعا بتستقبل العدد الأكبر من الإخوة في السودان. خلونا نسمع جزء مما قاله نائب رئيس مجلس السيادة السوداني السيد مالك عقار في مؤتمر صحفي عقب لقاءاته السياسية النهاردة. كان هذا الموضوع هو الموضوع الأساسي في النقاش، اللي هو موضوع العالقين في الحدود المصرية. العالقين أول حاجة العدد كبير، وهو في ضغط على الدولة المصرية، وهنالك قضايا أمنية. نحن كلنا بنعلم في الفترة اللي فاتت أنه الباسبورت السوداني كان موجود ينيزه بما فيهم ممكن يوصفوا بأنهم إرهابيين، فالدولة المصرية برضه بتخاف على مصالحها وعلى أمنها، فبيحصل عملية بتاع تحقق وتحقيق في المعابر للحفاظ على الأمن. لكن في نقاشنا مع السيد الرئيس وكل الـ relevant institutions بتاعت مصر في هذا اتفقنا على تسهيل هذه الإجراءات، والسيد الرئيس وعد خير بأنه يتم تسهيل الإجراءات ووجه كل الجهات الاختصاص في بذلك، وأنا سعيد جدا بأنه كان يعني سريع الاستجابة لهذا الطلب.